نهار الجمعة سيكون مختلفاً في بغداد، حيث قرر البابا الفاتيكان أن يكون أول سفر له خلال زمن كورونا إلى العراق. وبتحية عربية استهل البابا فرانسيس رسالته التي وجهها إلى العراقيين والمنشورة على موقع الفاتيكان. غداة زيارة تاريخية سيبدأها الحبر الأعظم للعراق، كتب البابا بالحروف اللاتينية السلام لكم، ثم أعقبها بترجمتها الإيطالية باتشافوي. الصلاة مع أهل الأديان الأخرى والعمل معهم من أجل تقريب الديانات رغبة يبديها البابا في رسالته، وهو على موعد للقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني هنا في النجف، حيث يرقد علي بن أبي طالب ابن عم نبي المسلمين وصاحب القول الشهير: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. قول استخدم في لافتات الترحيب بالبابا المنتشرة في شوارع المدينة التي تدور مطابعها منذ أيام لطباعة أعلام الفاتيكان وتعليقها على أعمدة الإنارة في الشوارع العامة. هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس إلى العراق تأخذ منحا خاصا لما تمثله من لقاءات في هذا الوقت المفصلي في تاريخ العراق. في رسالته أيضا تطرق البابا إلى زيارته المقررة لبيت النبي إبراهيم قرب زقورة أور في ذي قار، الأبو إبراهيم كما يسميه بادريا أبرامو بالإيطالية. تحت ظله يتوحد المسلمون والمسيحيون واليهود في عائلة واحدة كما يقول، ثم يدعو إلى الاقتداء بالنبي إبراهيم في التمسك بالأمل، مثلما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روما المدونة في العهد الجديد. شوارع بغداد مثل شوارع مدن عراقية أخرى تشهد استعدادات مكثفة لأول زيارة يجريها حبر أعظم للعراق عبر التاريخ، بعدما خطط البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000 لزيارة مماثلة، لكن النظام السابق أعلن عدم قدرته على تنظيمها بذريعة ظروف الحصار آنذاك.